حياكم الله إنما كنتم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف محافظ البنك المركزي عن تفاصيل تدقيق البنك الفيدرالي الأمريكي باستيرادات العراق. قال البنك إن اللجان الدولية شككت بحقيقة إنفاق السلطات الحكومية أموالا طائلة على استيراد مادة الإندومي الغذائية بمبالغ وصفت بالمليارية. سبق أن منع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 14 مصرفاً تابعاً لميليشيات الأحزاب من التعامل بالدولار في خطواته للتعامل مع عمليات تهريب الدولار خارج العراق، لا سيما إلى إيران. أشار خبراء اقتصاديون إلى هجرة العراقيين للمصارف وتوجههم إلى شركات الصرافة للحصول على الدولار الخاص بالمسافرين. وبحسب الخبراء فإن شركات الصرافة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء الدولار بتسعيرة البنك المركزي لغرض السفر، في وقت تراجع إقبال المواطنين على المصارف لشراء العملة الأجنبية. والسبب في ذلك هو التعقيدات التي تمارسها المصارف فضلاً عن الروتين والانتظار بالطوابير على أبواب المصارف، ما يتسبب بنفور المواطنين من المصارف. طالبت سناء الموسوي مستشارة الشؤون الاجتماعية لرئيس الحكومة الحالية محمد السوداني، طالبت بإخراج الشباب من رواتب شبكة الإعانة الاجتماعية. ودعت الموسوي إلى حجب رواتب الرعاية عن القادرين عن العمل، مبينة أن بعض الشباب قدموا على القروض منذ عام 2016 ولم يتسلموها حتى الآن. وقالت الموسوي إن 6.5 مليون شخص يستلمون رواتب الرعاية حاليا، وإنه تم استبعاد أكثر من 180,000 متجاوز على الرعاية، من بينهم ضباط ومسؤولون حكوميون. قالت لجنة الصناعة في كردستان العراق إن تعطيل إرسال التخصيصات تسبب بتوقف الكثير من المشاريع. وأضافت اللجنة أن عدم إرسال المخصصات تسبب بأزمة أصابت العديد من القطاعات بموت سريري أدى إلى فقدان الآلاف من المواطنين وظائفهم، كما تعرضت مشاريع البناء وسوق العقارات لتوقف شبه تام. في الوقت الذي تقول فيه الحكومة في بغداد إن تعطل إرسال المخصصات يعود إلى أسباب فنية، يؤكد مراقبون أن الأمر لا يخلو من خلفيات سياسية. أكد عضو برلمان كردستان السابق أحمد دبان أن نسبة البطالة ارتفعت في كردستان العراق بعدما أصبح بيئة خصبة لدخول العمال الأجانب على حد تعبيره، حيث يبلغ عددهم في السليمانية وحدها نحو 100,000 عامل أغلبهم إيرانيون. وأضاف النائب دبان أن معظم العمال من الإيرانيين، حيث يعملون بأجور أقل من نظرائهم العراقيين، إن أرباب العمل يفضلون الأجانب بسبب فارق السعر، مشيرا إلى أن آلاف العمال الإيرانيين يدخلون للعمل ويعودون يوميا إلى إيران بسبب قرب مناطقهم من الحدود الإيرانية العراقية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.